لكم من جديد في زون ميكس مع ضيوفنا اليوم خالد التويت اللاعب السابق لنادي الفريق وكذلك سامي العروس اللاعب السابق لفريق التونسي. العاده رحب بكم من جديد في ديربي قبل الديربي يوم غد بين الترجي والافريقي. السؤال نتاعنا حطيناه في اللايف نتاعنا اللي على الفيسبوك، هل نستناو النجم نشوفوا نتيجه تاريخيه غدوه في مقابله الديربي؟ برشا عباد تحكي على السكور هذا، حتى سامي لمح له منذ قليل. يمكن برشا من حبايب الفريقي نجموا متخوفين من الحاجه هذه ولو انهم عندهم ثقه في جمعيتهم، وبرشا من حبايب الترجي يحكيوا على امكانيه انه ترجع ل 5-5-85. خلينا نبدا معك انت سامي. ما حضرها خالد دوري الخمسه. صحيح هو جمهور الترجي معناتها في فرصه كما هذه، وبون صحيح باش يعملوا ضغط على اللاعبين نتاعنا خمسه، لكن احنا طالبين باش تكون النتيجه هي بوزيتيف، معناتها باش تكون ربح باي نتيجه، خاطر انا نلعب كوره ونعرف الدور المون تاع الماتش هو اللي يحكم فيك. نجم تمركيز، نجم تدخل في بيريود صعيبه، نجم تدخل حتى انت في الدوت، مش هو يدخل في الدوت، نجم يكون الضغط عليك عالي برشا، نجم ما تعطيش روندمون. لكن صحيح في اللي موجود توا الكلوب افريكان بالجوارات الصغار هذوما بالستياسيون هذوما بالدوت هذايا، مع احنا في الفافوري معناتها في الملعبيه في كذا في الفيكتيف في الريزلتا في الواحد. جمهور الترجي عنده الحق، تم برشا يستناو باش يقول لك اعطيني الخمسه. ممكن ممكن ده ممكن قعد في قلوبكم شويه يا سامي. اسمعني انا عشت راهو ماتشوات لازم تمركي اربعه، جيتنا ماتشوات كوب دافريك مع انك تقبل زوز البرة ولا تكون خاسر 2-0 ولا خاسر، خلينا في الدربيات. لا 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 باش نحكي كريزلتا، نحكي لك كريزلتا، تكون خاسر 3-1 برا ولا 3-0، يلزمك في بلادك تربح الاربعه، ديروا المون تاع الماتش باش تربح الاربعه، يلزمك تقرا وتدرسوا كذا وكذا. صحيح هو لونترونور مش باش يدرس الموضوع كيفاش في ماركي خمسه، لكن يقول لك اذا كان جات البونتويت خل تجيب تبيعتها، نجم تخدم باش تخدم ماركي الخمسه مثلا. كيفاش تخدم؟ تقول انا بريمير ميتون لازم ماركي زوز، اذا كان ماركي زوز بريمير ميتون وخرج 2-0 سيرمون باش تدخل. يقول لي تغيظ شويه مكشخين الخمسه نتاع 85. مش تغيظ اما باش نسكتوا الناس وكاهو. شنو هو تغيظ؟ خاطر كي قعدت لنا الخمسه هذيك ان شاء الله حبينا، ثم عام راه جت راهي الخمسه وتنحانا زهمون، نحانا البونتو الخمس. عادل زهمون نحكم بالخمس. اي اما شوف ايش صبحكم في لا لا جينا تروا فوا في 4-0. كيفاش كيفاش؟ وقتها لونترنور وقتها الاربيتل نتاعكم الاربيتل الكل نتاع السنين. ثم تروا ماتش في 4-0 ما وصلناش الخمس، تروا ماتش صارت انا حاضر تروا ماتش في 4-0 لكن ما وصلناش للخمس، ان شاء الله غدوه نوصل الخمس. خالد اخوي قل الخمسه نتاعنا احنا سبيسيال، خاطر جاتهم 5-5-85 وخمسه نتاع العشي معناها 4-5 معناها. حتى نحن توا حتى في قبل الماتش حتى كان تقول الواحد هكايا ما كانش، خاطر الاسبيرونس هذيك راهو نتاع الخمسه تعرف شكون فيها، راهو طارق معلول بسامي الجريدي بن يحيى، معناها جمعيه كبيره نتاع الاسبيرونس مش جمعيه صغيره. غدوه الماتش نتصور قال لك كنا نجموا نرجعوا لكم مع عادل زهمون نحن الخمس. عادل زهمون تيما وقتها مسبقهم ثلاثه وقتها اللي زربيت له ديما قلت هو بيدو قال بونتو صحيح نحيتو الترجي. اي لا نحيت الترجي يا خلي فما برشا اربيترات تو يجيو يتكلموا تو فما حقائق يعرفوهم العباد يا اخي كانوا قبل ما جد بريود احنا اقوى. اسمعني اسمعني اقوى من اقوى من الناس الكل وقتها بالصيف تسليم وقتها جد بريود وقتها اي جواب. اسمعني اسمعني عايش خويا وقتها نجي نقول لك حاجه، اليوم كي تجي تسبق جمعيه تو كيما الاسبيرونس على السبق على الجمعيات خاطر عندها الاسبيرونس لا من بكري عندها لي مويان. لا 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 مش عندها لي مويان، سبقت هدم الجمعيات وسبق الاسبيرونس. اليوم الاسبيرونس هاربه على جمعيات بخمس سنين في الاداره في التنظيم في كل شيء. شكون اللي سبقهم؟ قبل نحن في النادي الافريقي كانت العباد ما تحبش تشد رئيس وقت اللي كان هو رئيس، لكن جاكي جاح وقت اللي هو سامحني سامحني رجعنا كيف كيف كي تلقى كي تلقى الارضيه باهيه باش تنجم تكمل قدام. احنا قبل وقت كان سليم حتى حد ما يحب يشد بريزيدون، وتو تو الناس الكل ولا تحب تشد البريزيدون. تو حمدي المدب زاد نظم الامور. اسمع ما نحكيلكش على الاكسبيرونس، ما نحكيلكش على الاكسبيرونس، انا نحكي لك على الكلوب كانوا يخافوا منه، كانوا يا ولدي كانوا في الكلوب افريكان كيعملوا رينيون يحلوا له تليفون فما جوارات مثلا. يا ولدي يا التاريخ هذاك انا ما نحبش نحكي معاك، نحكيو في ماتش اليوم، نحكيو في ماتش اليوم الاسبيرونس اليوم فافوري. خالد انت من العباد اللي تقول سليم شيبوب هو اللي كان بدل برشا وقتها في الترجي وكان عاون برشا الترجي خاصه من الحكام والحاجات هذه. عاون الترجي برشا حاجه باينه، عاون برشا 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 برشا. سليم سليم سامي انت كنت بحضايا قبل وحكينا عليه فيه الموضوع، خلينا نحكيو في النقطه خاصه فيما يتعلق بتصريحات زياد الجزيري وقتها. خلينا نحكيو في النقطه هذه. انا نجي تو بريزيدون دو كلوب، نجي عندي لي مويان باش ناخذ لي بون زيليمون في الجمعيات تاع تونس الكل. هو عنده كان عنده لي مويان، تقول لي ما كانوش عنده لي مويان سليم شيبوب، عنده لي مويان عنده البوفوار. خلينا نكمل خلينا نكمل عنده البوفوار عنده الفلوس
عنده الفلوس وعنده البوفوار. باش عملت كليم شيبوب جاي خذا لي بون زيليمون تاع الجمعيات الكل، الاتوال حاسيتها بجوار يعمل لك يمشي فوق. مراد الشابي ماشي لسوس، مراد الملكي ماشي لسوس، ماشي الاتوال يعمل لك يجيب. بالله سامحني في الكلمه هذيا، بالله سامحني. نكمل خالد. باهي كمل تفضل. الشابي ماشي مثلا من الكيف ماشي الاتوال يعمل لك ويجيبه. خذا حتى من سوس هيبي، حسن الجيبسي يفكوا للاتوال، سامي العروسي يفكوا من الجري، سراج الجنشيحي يفكوا من حمام لم. يعني كان يجيب الملاعبيه، كان عنده لي بالغوره. ناحيه الغوره. كي بالغوره عايش خويا شنو هي هذه؟ توا في الجينيراسيون توا في البيريود هذه، ليسبيرونس عنده لي مويان. باش تاخذ اللاعبين الباهيين الكل. انت تو سامحني. وعندك الفلوس. اي وقت اللي تسبق يا ودي. كي جاكم سليم الريح وجاب لكم الجوارات. سامحني. وقت عملتوا عام باهي. جاب لكم اللي جا عنده الفلوس وجاب اللي جاب وعمل جمعيه. شوف هذا الشامبيون. يا سامي يا سامي. اللي عنده لي مويان، اللي عنده لي لا لا اللي مش مويان، هو عنده لي مويان والغطرسه، مويان وغطرسه، علاش باش نقول لك علاش؟ حاجه زايدة. لا لا جاب لك، لا لا مويان وغطرسه، علاش نقول لك علاش؟ راه كورة غورة. لا لا يا ودي مش غورة. لا 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 مش غورة. علاش باش نقول لك؟ شوف فيش نقول لك. سامي سامي. فك لك في اللعبية تو سامي. فما جوارات قبل كانوا انفوندابل. حمادي العقربي نتاع صفاق. خميس العبيدي. لا تبدل مر الجبالي ليه ليه قبل نحكي لك. لا وقت اللي جا سليم كانت مازالت مازالت اسكندر السويع كان نتاع صفاقس ما يخرجش من صفاقس. احكي لك حاسيلو كانت قبل توا ساعه ساعه كي تجي تسبق جمعيه على جمعيه راهو قلت لك ليسبيرونس سبقها خمس سنين وليت تحس ليسبيرونس بروفيسيونيل عندهم برشا. وقبل كانت الجوارات ما تكلمش هاو سامي يلعب معاهم. خذيت فلوسك انت كنت تعرف كونتراتو كش فيه واش ما فيهش. كان قبل جوار ما يراش كونتراتو العب مرة قالوا اعطينا بريم قال لهم يا اخي انتم ما جبتوش شامبيونان دونك هذيك اللي خليت خالد تهرب يا عايش خويا وقت اللي انا سامحني وقت اللي نجي البلاد نعمل فيها حرب ندمرها باش تعاود ترجع هاك البلاد الفو دو تون هو دمر الكلوب الكلوب ما رجعتش الوقت اما خالد تمشي عنده مده ملي خالد يا ودي نقول لك وقت اللي تجي هاي رجعت سامحني عايش خويا سامحني عايش خويا وهز الشامبيونان عايش خويا جا نقول لك 2016 الشامبيونان عايش خويا عايش خويا 2015 ديما الكلوب باللي رجعت ماهيش الكلوب اللي نعرفوها خاطر كانت بريود الكلوب ديما الكلوب ما تنجمش تكون الكلوب اقل من الثانيه خالد حتى وقتها حتى سليم شيبوب قالها قال اللي كاين في سفير كان ليتوال مش الكلوب زاد خاطر دقدقنا نحن الكلوب سلام ما دقدقهاش سلام دقدق جمعيه كل وقت يا ودي نقول لك حاجه بالله سامحني ميساج خلينا نتكلم تو انا تو بالله سامي سامحني تو هي ندرا بالله سامحني تو ليسبيرونس مؤسسه 1919 حتى ال 88 عندها سبعة شامبيونالات وستة كوبات. فاهمين لهنا؟ شكون لعب في ليسبيرونس من 19؟ أسامي تلمساني عمي يوسف يوسف وزة فرفت العبيد عبد مجيد بن مراد تميم أسامي ما تتنساش في 88 سنة ولا 90 سنة هزين سبعة شامبيونالات وستة كوبات. جا سليم هز 14 في قداش كل عام ليسبيرونس دي من الصيف هزوا شامبيونال. مسيف الشامبيونات هز وفات وحمدي هز اكثر منه حمدي ايش اقول لك حمدي جاء لقى الارضيه يا سامي ديما وقت اللي تجي تلقى بلاد حاضر حاضر نمشي معاك تكمل. نمشي معاك وقت اللي تجي تلقى بلاد تندي هاك مشيت تلعب في الافريق ريت المستعمرات الانجليزيه تلقى عندهم كياس ونوفوتي الفرنسيس تمشي تلقى البتي دي جيني نتاعك وتلقى لوتيل دونك اليوم كي تدمر بلاد الفو دو طون باش ترجع قاعدة الكلوب قاعدة الكلوب من وقته هو لتوا نعانيو مستنسى الكلوب راهو الناس تمشي للستاد قبل نلعبوا في الكلوب نقولوا قداش نربحوا يا سامي نحى الشخصية نتاع الكلوب الكلوب افريكا والله وعلاش ما تقولش يجي يلعبوا معنا في البلد شكل الكلوب اليوم نشيبوه معناها لا علاش ما تقولش علاش ما تقولش هو خدم صحيح وعمل الإدارة وعمل كذا وحضر لي تيران وعمل الاستراتيجية والناس كملت تخدم هكاك مش ضد واحد يحب جمعيته ومش ضد واحد يخدم دون لي ريغل دولار عايش خويا مش بالغورة ماهيش بالغورة اليوم انا عندك الحق تحب جمعيتك غير على جمعيتك كورة فلوس خالد الكورة غولة لا لا قبل يا اخي سامحني بالله تقبل هو الكورة غولة قبل كان لا ودي قبل كان معناش نقعدوا نلعبوا لا مش غولة لا مش غولة الكورة في الكورة تيران لعبة في تيران لا لا مش اللي عنده الفلوس لا لا يعيش اكثر يفك ياخو مش يفك مش يفك يشرب الفلوس يشرب الفلوس يشرب الفلوس هي هذيك هي الكورة هذيك هي اليوم اليوم تحط انت على جوار اليوم الكورة فلوس علاش نمشي معاك باش نقول لك علاش كورة فلوس شكون في المانيا الاولانيه بايرن اغنى جماعي باه في انجلترا مانشستر يونايتد يقعدوا يتبادلوا ثلاثه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اغنى واحد اغنى واحده في فرنسا باريس سان جيرمان والريال مدريد والبي اس جي وبرشلونه في متفاهمين الكوره فلوس الكوره فلوس باه
مع الفلوس انت ريت برنار تابيه كل عام كي مارسي واحد ولا مشاكل يعني اليوم ماهيش غوره يعني فما حاجات في الكوره ما تجيش تدمر جمعيه رانا نحن تدمرنا والله من وقت هذاك قال لما رد كيما يا ولدي جمعيه الكلوب افريكان والله والله يا سامي ورسك انت كانوا فما جمعيات ما نحبش نسميهم نبداو نلعبوا في المنزه والله يجيبوا مصوراتهم مع